السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد صغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريك طريقة تستطيع من خلالها عمل ريستور لهاتفك iOS سواء كان آيفون أو آيباد أو آيبود. طبعا هذا الشرح سيستهدف الفئة المبتدئة أكثر من الفئة المحترفة إذا صح التعبير. فالعديد من الأشخاص يسألوني عن حل المشاكل تقع على هاتفهم آيفون من ظهور علامة الآيتونز والعديد من المشاكل الأخرى. منها يقوم بعض الأشخاص بعمل مسح جميع المحتويات والإعدادات وهاتفهم يوجد عليه جيل بريك. هذه المشكلة طبعا أو اختيار هذا الخيار يؤدي إلى تعطيل هاتفك. ولا تخف، أنا أيضا مرت بتلك العملية وقمت بتجربتها سابقا وتم تعطيل هاتفي. وطبعا حدثت هنا حرب في مدينة طرابلس والبرج الضغطي الذي بجانبي سقطت عليه قذيفة وانهار وغير ذلك، فظل الانترنت مقطوع 60 يوما ولم أرد رفع هاتفي إلى محل حتى يقوم بعمل ريستور أو سوفتوير له، لأنه استغلالي للغاية. فلا يعقل أنها هاتف فقط يحتاج إلى عملية ريستور تقوم برفعه إلى محل ويأخذ عليه الكثير من المال، فهذا استغلال إلى حد كبير. ولكن في هذه الحلقة من اليوم يعني تصبح تستطيع عمل ريستور لهاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود انطلاقا من منزلك وانطلاقا من حاسوبك فقط. فلهذا لا تبتعدوا كثيرا وابقوا معي، نمر إلى الشرح مباشرة بعد هذا الفصل الإعلاني القصير. إذا المشاهد الكريم، كل ما يلزمك للقيام بعملية الريستور فقط هو هاتفك الآيفون بالطبع أو الآيباد أو الآيبود وكذلك كيبل USB وأيضا حاسوب جهاز حاسوب يوجد عليه الويندوز أو الماك، لا يوجد أي فرق. بعد ذلك استقوم بفتح المتصفح الخاص بك وتقوم بالدخول إلى هذا الرابط الذي ستجده أسفل الفيديو لتنزيل الآيتونز الذي سيقوم أو الذي سنقوم من خلاله بعمل عملية الريستور. تدخل إلى هذا الرابط وبعد ذلك تضغط هنا على داونلود ناو وسيبدأ التحميل مباشرة. طبعا سيأخذك إلى صفحة أخرى كما ترى هنا، سيبدأ التحميل. تقوم بتحميل هذا الملف وتنصيب الآيتونز مثله مثل باقي البرامج بطريقة سهلة جدا. ما يلزمك أيضا هو الفيرموير الخاص بهاتفك، يعني الآي أو إس الذي ستريد تنصيبه. فعلى سبيل المثال، هاتفك عندما تعطل كان يوجد به آي أو إس 8.3، فستقوم بتنزيل آي أو إس 8.4، وإذا كان آي أو إس 8.4 تقوم بتنزيل آي أو إس 8.4 أيضا. طبعا أنصحك دائما اختيار الخيار الأخير أو الـ iOS الإصدار الأخير. لتنزيل طبعا الـ iOS الذي تريد تنصيبه ستقوم بالدخول إلى الموقع ibsw.me، يعني هذا موقع رائع استخدمه شخصيا دائما في تنزيل ملفات الـ iOS. الآن ستنزل إلى الأسفل هنا وتختار الجهاز الخاص بك. فعلى سبيل المثال لدي iPhone 5S GSM كما ترى هنا iOS 5S GSM لمعرفة إذا كان هاي الآيفون خاص بك GSM أو Global أو CDMA، يعني Global مثله مثل CDMA. ستبحث عن الموديل الموجود خلف الهاتف الآيفون خاص بك. طبعا في الكتابة التي في خلف الهاتف يوجد الموديل، على سبيل المثال أنا الآيفون خاص بي A1513 إذا كنت يعني على ما أعتقد، يعني أظن أنه 1533، فسأقوم باختيار آيفون 5S GSM لأن موديل هاتفي هو 1530 و1533 تعني أنه GSM. طبعا أغلب الدول العربية GSM، يعني قم بالبحث للتأكد أكثر. بعد ذلك استختار إصدار الـ iOS كما ترى هنا iOS 8.4 حجمه 1.79 جيجا بايت. يمكنك أخذ iOS 8.3 أو أي إصدار. طبعا يمكنك أيضا اختيار من هنا iPad إذا كنت تريد ذلك، iPad Air، iPad 4 وكلها بالأنواع، يعني واي فاي، تشاينا، غير ذلك. يعني يوجد أيضا أجهزة الآيبود، آيبود تاش 1 G 3 4 5 6. تختار نوع هاتفك ومن هنا تختار الموديل الذي تريده. اختار iOS 8.4 وأضغط بعد ذلك على داونلود. كما ترى سيتم تحميل الملف الذي سنقوم بعمل عملية الريستور من خلاله. الآن ستقوم بإغلاق المتصفح وتقوم بفتح الآيتونز الذي قمت بتنصيبه وتقوم بفتح هاتفك الآيفون أو توصيل هاتفك الآيفون بالحاسوب عبر كيبل USB.
بعد توصيل هاتفك الايفون بالحاسوب، هذه هي واجهة الايتونز، تقوم بفتح الايتونز طبعا. بعد ذلك كل ما تحتاج اليه هو فقط الذهاب الى الباك اب او النسخ الاحتياطي، واخذ نسخة احتياطية من هاتفك الايفون حتى تسترجع صورك وجميع اعداداتك وتطبيقات، يمكنك طبعا نسخها من برنامج الايتونز، برنامج رائع للغاية طبعا. هذا هو برنامج الايتونز، انصحك بياخذ نسخة احتياطية من التطبيقات من خلاله، افضل من الايتونز لانها ستحفظها في ملف وتبقى يعني محفوظة. اذا هنا من خيار الابليكيشنز تقوم بالضغط على نيم، بعد ذلك باك اب، وتختار المكان الذي تريد حفظ تطبيقاتك فيه، باك اب بروجرام، وتختار الحفظ وتضغط اوكي. طبعا يمكنك حفظ برنامج الاي تولز افضل. طبعا بعد اخذ نسخه الاحتياطيه استرجع الى برنامج الاي تونز وتقوم بالضغط على ديسك كمبيوتر وباك اب ناو ليتم عمل نسخ احتياطي. هنا يسالك عن نسخ احتياطي للتطبيقات، اضغط نو دونت باك اب لانك ستقوم باخذها من برنامج الاي تولز. بعد اخذ النسخه الاحتياطيه ستذهب هنا الى خيار الريستور ايفون. طبعا للضغط، عندما تضغط على الريستور ايفون سيقوم بعمل ريستور من خلال الايتونز نفسه وتنزيل النظام وغير ذلك، ولكن نحن قمنا بتنزيل النظام من خلال موقع IBSW التي اريتكم اياه قبل قليل لضمان يعني حفظ الملف، لان عندما تقوم من الايتونز مباشره ربما ينقطع التيار الكهربائي وربما ينقطع الانترنت فتعيد العمليه من الاول، وكذلك حتى ان لم يحصل شيء فالتنزيل يكون بطيء، وربما اثناء عمليه ريستور يحدث شيء ما وتضطر الى اعاده تنزيله، ولكن عندما تقوم بتنزيل الملف يدويا حتى ان حدث مشكله لا توجد اي شيء يقوم بعمل عمليه ريستور من جديد. فللقيام باختيار الملف تضغط على شيفت من لوحه المفاتيح وتختار ريستور ايفون. الان تذهب الى المكان الذي يوجد فيه الملف هنا كما ترى، تختاره، تضغط على ريستور ويتم عمل عملية ريستور. كل ما عليك فعله الان هو فقط الانتظار، بعد ذلك سيتم عمل ريستور لجهازك، وتظهر لك النافذة البيضاء التي يوجد بها مرحبا هلا وبجميع اللغات على هاتفك الايفون، وتقوم بتفعيل هاتفك وانتهت العملية بنجاح بكل سهولة فقط من خلال برنامج الايتونز والايتولز وموقع IBSW. إذن كما رأيتم مشاهدين الكرام، طريقة سهلة للغاية، لا تحتاج حتى إلى رفع هاتفك إلى محل صيانة حتى يقوم بعمل سوفتوير أو ريستور لهاتفك الآيفون وأخذ المال الباهظ يعني على هذه العملية البسيطة. رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك أسفل الفيديو، وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائك مستخدمي هواتف أبل، لا تنسى كذلك الاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو على يميني، قم النقر علي قبل نهاية الفيديو، لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتنا على فيسبوك وزيارة المدونة h3bw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.